هنا الصدارة احذروني هنا مانتبات هنا هملولة خليفة بن يوعان بن عبد الله لمهيري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هملولة من تنطلق على الصدارة وعلى المقدمة المركز الثاني منصورة إحليس بن راشد بن إحليس لكتبي تنطلق على المركز الثاني وفي المركز الثالث تاتي ولا حمد بن سالم بن حمد بن قمرة وفي المركز الرابع المركز الرابع الواصلة سلطان بن سعيد بن غرير لكتبي تأتينا على المركز الرابع وفي المركز الخامس من وخالد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري على خامس مراكزنا المركز السادس ناصية محمد بن نايع بن سالم النعيمي تنطلق على سادس المراكز والمركز السابع المركز السابع احتياط حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة وهناك غيوم حمد بن محمد بالحب العامري وتاسع مراكزنا المركز التاسع لحن تاتينا لهنا بهذا الانطلاق فرق بن السهيل بن عبد الهادي بن حفار المري وعلى المركز العاشر المركز العاشر وهنا الظبي محمد بن راشد بن كحيد لمهيري مع الظبي على المركز العاشر بهذا الانطلاق الجميل وهناك أيضا أسامي خلف المراكز العشرة الأولى ترقبوها بهذا الأداء المميز الجميل نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا هملولة المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة خليفة بن يوعان بن عبد الله لمهيري هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول المركز الثاني وتأتي منصورة هنا الحليس بن راشد بن حليس الاكتبي من ينطلق بهملولة هنا بهذا الأداء المميز الجميل هناك ولا حمد بن سالم بن حمد بن قمرة النابت المري على المركز الثالث وفي المركز الرابع هنا من وخالد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري هنا الشعار الاقتصادي يأتي بهذا الانطلاق ناصية محمد بن نايع بن سالم بن نايع هنا النعيمي المنطلق بهذا الأداء الجميل على المركز الخامس وسادس المراكز لحن فري بن الشير بن عبد الهادي بن حفار المري من تنطلق سادسا وفي المركز السابع تاتي الواصلة سلطان بن سعيد بن غرير لقتبي ومن الجانب الآخر غيوم حمد بن محمد بن حبة العامري المنطلقة ثامنا وفي المركز التاسع الظبي لمحمد بن راشد بن قحيد لمهيري والمركز العاشر احتياط لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة من تنطلق إلى المركز التاسع بدورها في هذه اللحظات بهذه التحديات الجميلة وعاشر المراكز وصلت هنا أنظار قادمة علي بن سالم بن داود الدرعي يأتينا بأنظار على المركز العاشر هذه هي الأسماء هنا المنطلقة بهذه اللحظات الجميلة وهناك أيضا أسامي قبل المراكز العشرة الأولى عفوا وبعود إلى صدارة بعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا والتغيير من ولا حمد بن سالم بن حمد بن قمرة المري من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول غيوم في المركز الثاني غيوم هناك تنطلق حمد بن محمد بن حب العامري وتأتينا ناصية محمد بن نايع بن سالم النعيمي على المركز الثالث وفي المركز الرابع لحن فري بن السير بن عبد الهادي بن حفار المري على المركز الرابع وفي المركز الخامس المركز الخامس مسكته منصور بن سالم بن راشد بن حضير من اكتبي ما يبنى لها طاري تفاجئنا هنا وتتدخل الى المركز الثالث وفي طريقها الى الارقاء الى المقدمة هناك ايضا بالجافلة مع اروى خلف بن مبارك بن راشد بالجافلة الحميري ينطلق بهذه اللحظات بهذه التحديات الجميلة يا سلام الوصول هنا والتحدي والأداء المميز الجميل هنا الواصلة سلطان بن سعيد بن غرير لكتبي هو منصورة الحليس بن راهد بن حليس لكتبي وأنظار لعلي بن سالم بن داود الدرعي وبن حلوكة من الجانب الآخر وهنا أيضا براقة خليفة بن حمدان بن محمد الحميري
غيري، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول مع الكيلومتر الأخير. أمسكت على صدارة، أمسكت على المقدمة، على المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور. منصور بن سالم بن راشد بن حضير لجتبي هنا على صدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. أروى في المركز الثاني، أروى هنا لخراب بن مبارك بن راشد بن جافلة. هنا يتواجد أهل القطاع الشمالي، ولكن الواصلة سلطان بن سعيد بن غرير لجتبي على المركز الثالث. ثلاثية جميلة، ثلاثية متميزة. أروى تنطلق على الصدارة، أروى تنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول بدون أي أوامر تذكر. هنا على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أروى خلاب بن مبارك بن راشد بن جافلة الحميري، والقادمة القادمة لحن قادمة بكل قوة، لحن بالحفار، لحن هنا فري بن السيل بن عبد الهادي بالحفار، من تنطلق على صدارة، على المقدمة، على المركز الأول. واللحظات الأخيرة أروى ولحن، لحن وأروى، ولكن لحن هي الأقرب للفوز، الأقرب للناموس. لحن أروى، لحن 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 هي الأقرب للفوز. تهانينا لهنا على هذا الفوز لفري بن السيل بن عبد الهادي بن حفار المركز الثاني. وصلت هناك أروى لخلاب بن مبارك بن راهب الجافلة المركز الثالث، امسكته منصور بن سالم بن راهب الحضير بن الكبي. وفي المركز الرابع من وصلت شاهدينا الكرام هناك ايضا لبالحب غيوم الحمد بن محمد بالحب العامري. وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام لحمد بن سالم الحمد بن قمره. والتوقيت الزمني هنا ولحظه وصول لحن الى قرط النهايه معلن الفوز والناموس. سلام لاهالي الشحانيه بسبع دقائق 44 ثانيه، اربعه من الاجزاء من الثانيه توقيت الزمني. تهانينا والناموس. المركز الثاني اروى خلف بن مبارك بن راشد بالجافله، من وصلت على المركز الثاني بسبع دقائق 44 ثانية، ستة من الأجزاء أو خمسة من الأجزاء من الثانية والتوقيت الزمني. وفي المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام كانت أمسكت من وصلت على المركز الثالث بهذا الانطلاق المميز الجميل بسبع دقائق 48 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لمنصور بن سالم بن راهب بن حذيرم لقتبي.